ازاي تحول البروجكت بتاعك من البريمير للدافينشي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحلقة دي اعلمك ازاي تحول بروجكت من البريمير للدافينشي بطريقة سهلة جدا. يلا بينا. انا عندي البروجكت ده على البريمير اهو، عاوز احوله للدافينشي. هم دايس فايل واجع على الاكسبورت واختار فاينل كات برو اكس ام ال اهو، يقول لي عاوز احط الاكس ام ال فين، اختار المكان واكتب اكس ام ال اهو. هقفل البريمير خالص، هقوم فاتح الدافينشي وهاجي في القايمة هنا ادوس فايل وهنزل على امبورت واختار تايم لاين اهو. هيقول لي فين الاكس ام ال بتاعك، هخش اختار اشوف انا كنت منزله فين، منزله هنا اهو. بيقول لي دي اعدادات البروجكت بتاعك بتاع البريمير، بقول له اوكي. بيقول لي هل في فيديوهات تانية او ماتيريال عاوز تجيبه من مكان تاني، فبقول له نو اهو. دوس كلوز، الاقي البروجكت بتاعي اتحول اوتوماتيك من البريمير للدافينشي اهو. بروجكت كامل نزل لي هو على التايم لاين ونزل هنا في الميديا بول. بس كده يا شباب، وبكده تكون خلصت حلقتنا النهارده. اتمنى تكونوا استفدتوا معايا، وريت تدعموني بالاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان تستفادوا من كل حلقاتنا، ولو لايك وكومنت وشير يبقى كتر الف خيركم. السلام عليكم.